أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يلزم في الصيد في الطيور ونحوها أن يراق الدم؟ فلو صاد طيرا ولم يخرج منه دم ثم مات، فهل يجوز لي أكله أم لا بد من أن يذكيه ويخرج منه الدم؟ اشتراطكم خروج الدم هذا من ما أدري منين جبته. الله جل وعلا قل فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يقل وخرج منه دم. لا تزيدون تجيبون شيء من عندكم. نعم.